مرحبا احبابي، كيفكن اليوم؟ بدمل انا وياكم بصل مقلي بالزيت، بس ابدا ما بيشرب زيت. بصل مقرمش، اسمعوا، مقرمشين البصلات وكتير كتير طيبين. هيدي الطريقة عطول بعتمدها بالاكل عالصيدية المجدرة، عطول المدردرة بحط هيدا البصل عليها وكتير بتعطي نكهة طيبة للأكل. وفي ساندويش كمان طيب تحطوا منه هيدا البصل. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. أول شي عنا هول البصلات، ست بصلات حجم وسط، بدنا نقشرهم ونقطعهم. بسم الله. بحطهم بالمصفاي. بس قطعنا البصل بهيدا الشكل شرائح، هلا شو بدي اعمل؟ برش عليهم ملح. هيدا الملح ما تخافوا، قد ما كان كتير رح ينزل بالمي. خلطه منيح. طريقة بصل رهيبة. بنحطهم على المجلى حوالي ساعة لتصفي المي منهم. بعد مرور ساعة صفت المي من البصلات بهيدا الشكل. هلأ بدي كفي أنا وياكم. بحط طحين بالصحن، بشيل من البصل وبحط بطحين. عم حمل زيتات بس يحمى الزيت منحط البصل. هلأ بنقلي البصلات، بنحطهم بالمقلة، بنحرك بالشوكة عشان ينفصلوا عن بعض. في طريقة أفضل من اللي استعملتها قبل شوي، هيدي الطريقة على طول أنا بستخدمها وكتير سهلة. بحط البصل، الحين بعمل بهذا الشكل. هيدي كتير سهلة، بتوزع طحين على البصلات كلهم. هيدي طريقة مثل ما قلت لكم عطول انا بعملها، شايفين صاروا جاهزين لحطهم بالزيت المقلي. هيدي طريقة البصل اللي عملتها أنا وياكم، بتمنى الطريقة تكون نالت إعجابكم وتعملوا لايك وشير للفيديو. المشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي حبايبي.